أعزائي المشاهدين، يا هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن آخر الأخبار، وبنبدأ مع سيث رولينز. من إيريال هلواني يقول مباراتهم في الفايت بيت بيكون في حكم خاص، وهو دي سي دانيال كورميه داخل فيلادلفيا، وعرض إكستريم رولز بتاريخ 8 أكتوبر. أول شيء، دي سي عاشق للمصارعة وتكلم على هالموضوع كثير قبل فترة من بداية سماك داون مع فوكس. كان في أخبار أنه يمكن يكون معلق للعرض، بس بعدين جابوا بات ماكافي، وشخصيا أشوف دوره جميل جدا. نفس الشيء الآن كوري غريفز ومايكل كول يشتغلون بشكل جميل، خصوصا في المباريات. بس أول ما شفت الصورة ذكرت موضوعه مع بروك لسنر يوم خلص مباراته ضد ستيبي ميوتشيتش، ودخل بروك الأوكتوغون دز الحبيب، وتشوف صاحب القصيرون يبي يتضارب مع بروك. كانت لحظة كوميدية أكون صريح معاكم. وبعدين قال له كلام جميل للمقاتلين الثانيين اللي موجودين في اليو اف سي. Let me tell you something. McDonald's the piece of شخص محترم. Miocic's the piece of شخص محترم. DC, I'm coming for you. خربها بروك، نفس صاحبنا. Hulk Hogan, we're coming for you. حتى الآن ما شفت شيء رسمي أو خبر من مكان موثوق يقول دي سي بيلعب ضد بروك في كراون جول، ولكن الأخبار منتشرة في كل مكان. على عادة بروك دائما يكون موجود في العروض، فأتمنى نشوفها. الرجل شارك في الأولمبياد وله خلفية في عالم المصارعة الرومانية، فأعتقد هذا يمكن يساعده يقدم مستوى حلو ضد بروك. معنا شفنا سابقا مقاتل ثاني من اليو اف سي لعبوا ضد بعض وكانت سكواش. كين فيلاسكيز اللي كان مقدم مستوى حلو في تروبل اي، ولكن في الدبليو دبليو اي يقولون كان مصاب فما قدر يعمل الكثير، ولهذا السبب كانت سكواش. وصاحبنا اريال هلواني ما وقف هني، عمل لقاء مع سيث رولينز تكلم فيها عن براي وايت، يقول حاول يشتغل معاه بس شخصية الفيند ما ساعدت معظم النجوم الثانيين، متى ما لعبوا ضده تدمروا فيها غير صاحبنا هذاك. هي اللي اتمنى ما نشوفه مره ثانيه، وخصوصا في مباراه هيل إن أ سيل اللي كانت كارثيه اكون صريح معاكم، لان ما حصلنا فينش وشفنا مطرقه عوده، والقصه كانت تعبانه جدا جدا. حتى صاحبنا اكس باك كان له جمله اسطوريه. You may not ask me back for another one of these, but how the hell do you get DQ now? Yeah. Did he get DQ or did he have to stop the match? بالفعل نعم، كيف نشوف DQ في مباراه هيل NSL؟ ولكن الموضوع ما خلص هني، لأن شون والتمان قال ما يبغى يشتغل ككاتب أو يكون في فريق الإبداع، ولكن يتمنى ينضم للكيك أوف شو قبل البيبر فيوز. حبيب قلبي شون، إكس باك 1-2-3 كيد. بعد الجملة هذيك عن هيل إن أ سيل ما أعتقد يبونك ترجع للدبليو دبليو إي، بس وقتها فينس مكمان كان ماسك زمام الأمور، وطبعا الحبيب صاحب تريبل إتش، فيمكن نشوفه قريبا في الكيك أوف شوز ويتكلم بشكل جميل في بودكاسته. فلو انضم بيكون أحسن من جي بي إل، حبيب مشغول مع بارن كوربن. وكيرت أنجل كان له كلام عن AEW، قال الشركة متساهلة مع مصارعينها وتحس الموضوع خوصة بوصة، الوايلد ويست يعني كل شيء متشربك ومش منظم بشكل صحيح. وأنا أتفق معه، في AEW تحس النجوم الكبار يسوون اللي يبونه، في اللقاءات يقولون أي شيء في بالهم، في تويتر يتكلمون عن أي موضوع إن كان. ولكن بعد مشكلة سي ام بانك هذا كنت تفيد الشركة ان يحطون قوانين ويعاقبون اي شخص ما يتبع الخطوات. توني خان بنفسه يوم كان قاعد مع سي ام بانك يقول ما نحب المصارع يسوي اللي يبي، وكان يقصد هانجمان بيج يوم قال البرومو مع سي ام بانك. والعروض القادمة في AEW مع الاسف التذاكر ما انباعت بشكل كبير، وباجي لهم حشد كراسي فاضية لبعض العروض الكبيرة اللي بنشوفها قبل فول جير. تذاكر فول جير انباعت بشكل زين، تركيز المشاهدات كان يجيبون أكثر من 1,000,000 مشاهدة كل أسبوع، ولكن آخر عرض داينومايت نزلوا كانوا 990,000 إذا ما خاب ظني، فبطولة لقب العالم يساعدهم بشكل كبير. وأنا قلتها سابقا، بعد البطولة هذه أنت شو بتسوي؟ كيف بتجذب الجمهور أكثر عشان يتابعون العرض، وغير هذا يحضرون؟ يمكن الإعصار أثر على الحضور وحتى المشاهدات، فالأسبوع القادم الكارد ما أشوفه بشكل انه يجذب الجمهور ويخليك تتابع العرض، خصوصا في رامبيج، مع انه في مباراه في رامبيج راح تخلي المشاهد يتابع لايف، والعرض نفسه بيكون لايف. رامبيج وباتل اوف ذا بيلتس وراه على طول، مباراه اندرادي ضد تن، لو خسر فيها حبيبنا ترى
بيطلع من الاتحاد. وانا قلت لكم لو فعلا يبغى يطلع عادي يخسر نفسه يستسلم خلاص يقول مع السلامة ويطلع. وبراين ألفاريز سمعته يمكن يعملون وور جو اللي هو ووردلو ضد سمو جو ضد ذا اكليمد في باتل اوف ذا بيلتس. لو عملوا بيلد اب للمباراة هذه هم بتحمس الجمهور. لكن التغيير مش ماشية لمصلحة AEW. انا قد خلص التحقيقات ورجع اليونج بوكس وكيني اوميجا لان تحتاجهم في عروض الاسبوعية. وبعد اللي قاعد يصير الحين اتمنى يرجعون باسرع وقت. جيب الجماعة اللي كانوا موجودين وتضاربوا، جيبهم كلهم يلسهم في غرفة خلهم يسولفون وحل المشاكل، لان لو ما حليتها مع الاسف بيكون لها تبعات اكثر. وانا فاهم تبغى تعاقب الجماعة بس بيخرب مشاهداتك، وهذا اللي تحتاجه الان توني وجماعة وورنر براذرز ديسكفري. يقول لك حاولوا قدر ما يقدرون يجددون مع كودي رودز عشان ما يطلع من الاتحاد ويروح الـ WWE. طبعا أمير المصارع الكابوس الأمريكي مشتاقين له كثير، واحتمال كبير بنشوفه في الرويال رامبل، بس هذه دلالة أن الرجل قدم ما عليه في AEW، سوى اللي عليه. بصح الجمهور كان ضده وضد براندي روز والشغلة كلها، وأنا ما ألومهم لأن القصة اللي سووها معاه كانت قصة تعبانة. لو تم كودي روز في AEW ما أعتقد كان بيغير شيء. فزين الحبيب مشى راح الـ WWE واستغلوه بشكل جميل جدا. بتقول لي ما تحب كودي تعبان ما ينفع، عطني مصارع قدم مباراة كاملة مع الإصابة. بس أعيد وأكرر، هو ما يحتاج يفوز على رومان رينز ويأخذ منه اللقب. أشوف الشخص اللي يحتاجه هو براي وايت. عطني نجم ثاني غيره يقدر يستفيد من الفوز على رومان. كان في واحد خربوا الموضوع اللي هو درو ماكنتاير، تكلمنا عنه كثير، بس براي وايت خلي يأخذ منه اللقب في رسلمانيا. جوني غارغانو في لقاء مع WWE إسبانيول اتكلم عن الدريم ماتشز اللي حاب يعملها في عروض الرئيسية. اتكلم عن نجوم مثل سيث رولينز، اي جي ستايلز، ايج، راندي اورتن وراي ميستيريو. غارغانو وايج ستايلز بتكون مباراة من اجمل ما يكون. اثنيناتهم يقدرون يقدمون قصة حلوة بين الاثنين. اتمنى يقدم عداوة مع سيث رولينز. وراندي اورتن ادري طلعت اخبار انه يمكن يعتزل وما يرجع للمصارعة بسبب الاصابة في الظهر. يعني في مصارعين قالوا مستحيل يصارعون مرة ثانية ورجعوا وصارعوا. انا اقول خليه ياخذ راحته يتعالج، واذا الاصابة كانت خطيرة ولازم يتعالج يعني يعمل عملية بياخذ له فترة، مو مشكلة سنة سنتين وبيرجع بعدين. انا ما اعتقد يعتزل. ونختم مع سامي زين. امبارح في عرض محلي قدم برومو قال فيها acknowledge me. انا عارف هذه جملة رومان رينز، بس لا تخبرون حد ها سولو، وتصير تخبر الباجين. هذا بيتم بيني وبينكم انتو والناس في ساسكاتشوان. ساسكاتشوان ايه خير ان شاء الله خير. خلى جاي اوسو يشوف الفيديو، لو ما غسلك غسال الله يعينك سامي. لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما ابدا بينكم وان. LA night, night, LA night, it's LA.